من جديد اهلا بحضراتكم. والحقيقه ان فقرتنا بتهيألي هتبقى مهمه قوي قوي للاباء والامهات اللي محتارين في انظمه تعليميه كتير جدا ما بين الناشونال، والبعض يقول لك ايه دخل الواد يتاسس ناشونال وبعدين يبقى فكر في الانترناشونال، يتاسس كده وبعدين ينشف عظمه ودخله بقى امريكان، دخله اي جي، دخله اللي انت عايز تدخله. حد تاني يقول لك لا، النظام الالماني ساعه هيتعلم كل حاجة، يتعلم أكاديمي ويتعلم كل حاجة، يبقى مش إيه زي الساعة كده دخله ألماني. حد تاني يقول لك لا، أنا عايز يبقى عنده لغتين، يبقى أصله هو لو دخل فرنساوي هيتكلم بالضرورة إنجليزي حلو، فيبقى بيتكلم إنجليزي حلو وفرنساوي حلو. والحقيقة إنه الفتي في المنطقة دي كبير يعني واسع، ها كل واحد كده إيه عنده تجربة. صح. عايزك تتبنى التجربة دي يا جماعة، بس العيال مختلفة والأسر مختلفة وظروف الناس مختلفة وتفاصيل كتير مختلفة. هينورنا وشرفنا ضيفنا الكريم اللي هيحاول يساعدنا على ان احنا نفهم أكتر أنظمة التعليم للناس اللي بيستعدوا لعام دراسي جديد، عيالهم لسه دلوقتي صغيرين وإن شاء الله يخشوا المدارس السنة الجاية إن شاء الله. نعيشنا وكان لنا عمر كلام كتير عن نظام كمان جديد وعن مدارس جديدة ومجموعة من المدارس الجديدة اللي مهم ان انتوا تتعرفوا بيها لو انتوا بتاخدوا القرار ده، ده قرار مهم ومصيري في حياة ولادكم. نورنا ومشرفنا ضيفنا الكريم دكتور جمال ضيف الله، رئيس مجلس إدارة مدارس اي في واي الدولية. اهلا بيك يا دكتور، منورنا. اهلا وسهلا. اهلا يا دكتور. اي في واي ده اختصار لحاجه ولا هي اسم المدرسه كده؟ ده اسم المدرسه كده، دي اكبر 8 جامعات في امريكا، اللي هي اكبر 8 جامعات على مستوى العالم، بتسمى اي في اليت. فالمدرسه نفسها السيستم بتاعها بيأهل الطلبه في مصر انهم بيلتحقوا بالمجموعة الجامعات دي. يعني انتوا بتدوا لهم سكولرشيب بعد كده ولا ايه؟ المدارس المتميزين فيهم هيخشوا الجامعات. المدارس الطلبه المتميزين ممكن يدخلوا الجامعات دي في امريكا وممكن ياخدوا سكولرشيب. ده نظام تعليم مختلف جديد على مصر، لكن دول سلسلة مدارس ناجحة جدا، هارموني بابليك سكول في أمريكا. هارموني سكولز دول 58 مدرسة، دول من أكبر المدارس اللي ناجحة والطلبة بتاعتها بتاخد سكولرشيب في الجامعات في أمريكا. احنا عارفين إن في نظام اسمه النظام الأمريكاني، نظام الإنجليزي، منهج أمريكي والإنجليزي والفرنساوي، لكن نظام جديد جوه النظام الأمريكاني ما نعرفش. هو طبعا أمريكا كبيرة جدا، وده أنت عندك النظام الأمريكان والبريتش وعندك الأي بي. ده الاي بي بياخد نظام البريتش وبيحط عليه بعض الاكتيفيتيز. ده الاي بي. الاي بي اوكي، شهاده الاي بي. الاي بي الامريكان ستيم، ده نظام بيجمع الاثنين مع بعض، بيعلم يخلي الطالب يحب الماده من خلال مجموعه كبيره جدا من الانشطه المتزامنه مع بعضها، انشطه تكنولوجيه، انشطه دراميه، انشطه رياضيه، في النهايه الطالب بيخليه يحب انه يتعلم، عاوز يتعلم. فده نظام جديد جدا على مصر، هنا ما بيتطبقش، بياخد على نفس مقاييس وزارة التربية والتعليم ومعترف به في مصر، والطالب بياخد شهادة من مصر وبياخد شهادة من أمريكا. يعني بيدرسوا الطلاب لأن الأمريكان سكولز والإنترناشنال عامة بيدرسوا عربي ودين ودراسات، دي المواد الأساسية، وبيدرسوا الكوريكولوم أو المنهج الدراسي الأمريكاني أو الإنجليزي. مدارس IVY بتعمل نفس ده برضو، يعني الطالب بيدرس المواد المفروض عليه وبيدرس نظام الاي في. بالعكس، الطالب عندي في اي في بيدرس تقريبا ضعف كمية الماثماتيكس والساينس والانجليش اللي بيدرسها الطالب العادي في خلال المنهج اللي هو استراكشر، وبالإضافة عليه بياخد الدراسة دي بيطبقها في مجموعة من المعامل خلال اليوم الدراسي. فهو بعد ما بيبدأ بيروح فور اكزامبل الدراما، بيبدأ يدرس الدراما في معمل الدراما بيروح فيه. المدرسة فيها 15 معمل مجهزة، المدرسة الواحدة فيها 15 معمل مجهزة عشان تتعامل مع الطالب. هو انه الطالب ازاي تكتشف المواهبه، ازاي تكتشف مواهب الطالب وهو صغير وهو مميز في ايه. دايما ممكن الاب ولا الام شايفين ابنهم مميز في حاجة، بس في حاجات كتير جدا احنا ما بنكتشفهاش غير الطالب لما بيكبر. طب انا اكتشفت ان ابني مميز في الدراما، يعني طول الليل والنهار بيمثل عليا، هو مميز في الدراما بس الحساب مهم والساينس مهم بالظبط، اعمل ايه بقى؟ بالظبط، المدرسة نفسها بتهيأ له المناخ اللي بيستخدم فيه الدراما وتخليه يحب المادة العلمية، فبدخل الدراما في الانجليش، بدخلها في العربي، لو هو شاطر في الالكترونكس بدخلها في الالكترونكس، لو هو شاطر في الديبيتس. وبيجي تديه اختيارات، الطالب عنده في كل يوم حصة بنسميها كلب،
بالحاجه اللي هو شاطر فيها. عندنا 40 كلاب في المدرسه. يعني انتوا هتشتغلوا عليهم؟ ايوه. طالب طالب كل حاله فرديه عشان انتوا هتقيفوا النظام على قد كل طالب، لان كل الناس كلهم مختلفين. هو ده احنا في امريكا بنقول عليه وان تو وان ايدوكيشنال. الطالب في حد ذاته عنده مجموعه كبيره جدا من الاختيارات في حد في هو فهو بيختار في خلال نظام معين. اكبر مشكله احنا بتقابلنا مع اولادنا ان الطالب بيختار حاجه النهارده وبكره ما بيحبهاش. احنا بيختار حاجه بيقعد فيها سمستر او اتنين سمستر. وفي الحاله دي بيتنقل لمرحله تانية انه يقدر يتعود على انه يختار حاجه يبقى مسؤول عن قراره وبيستمر فيها. بيقدر يختار كلب في الاسبوع او اتنين كلب في الاسبوع لمده سمستر كامل في الدراما. بيروح يعمل ايه في الكلب ده؟ يعني بيروح مثلا يعمل، انا مثلا هخش، انا اخترت كلب الدراما، الدراما كلب، بروح اعمل فيه مسرحيات وبتدرب فيه على التمثيل، بعمل فيه كده. يعني دي الحاجات اللي بعملها، النشاطات اللي بعملها. هو طبعا حضرتك قلت دراما، والفنانه نورهان شعيب اللي هي الممثله وهي مدرسه الدراما في الجامعه البريطانيه هي اللي بتقود العمليه الانتجريشن بتاعه الدراما. فهي بتعلمه على كل حاجه، بتعلمه ازاي يقف على المسرح، ازاي يعمل برزنتيشن للمسرح، ازاي يصمم الهدوم، ازاي يبص على الاضاءه، بيتعلم كل حاجه. انا الطالب، انا باخد الطالب عندي من كي جي 1 لغايه جريد، لغايه ما يخلص المدرسه لحد الهاي سكول، لغايه الهاي سكول. فهو بيتعرض كل سنه لمجموعه مختلفه كبيره جدا في حياته. الجزء اللي هو شاطر فيه احنا بننميه، فاحنا بننميه علميا وبعد كده بننميه تكنولوجيا، وبيطلع عارف يتعامل مع تحديات المستقبل. احنا بنقول عليها تحديات القرن ال21. احنا الطالب بيتخرج من الجامعه ممكن معاه شهاده، لكن انا بيبقى معاه سكيلز، بياخد شهاده من المدرسه عندي معترف بها هنا، بياخد شهاده من امريكا، بياخد مجموعه من السيرتيفيكتس كبيره جدا اللي يقدر يشتغل بيها. واحنا فده نظام بيتعامل مع الطالب نفسه. يعني المدرسه مش هتديله شهاده بتقول انه متخرج من مدرسه اي في واي وفقط وانجز السنين التعليميه دي، لكن انتوا هتدوله شهادات مختلفه بالزبط. بتؤكد انه عنده مهارات متعدده. شو احنا بنسميه نظام الساينس تكنولوجي انجينيرنج. فهو الطالب بيدخل فيه بيتعلم كل سنه حاجه مختلفه. فالسيستم كله ده نظام تعليم متميز، مش مدرسه، ده نظام تعليم بيخلق طالب بيعرف يتعامل مع تحديات القرن ال21 طبعا. لان احنا كتير ساعات بنوصل للمرحله اللي احنا هنخش فيها الجامعه واحنا مش عارفين احنا بنحب ايه ولا عايزين نشتغل ايه ولا طبعا شاطرين في ايه ولا موهوبين في ايه. بالظبط. دي المدرسه هتوفر لي كل ده، فهيطلع ابني شايف مستقبله قدامه لانه عارفه خلاص. ده صحيح يا فندم، ده القرار اللي بياخده الطالب انه عارف هو شاطر في ايه، ازاي يتعامل يحل مشاكل معقده، ازاي يتعامل مع الانسرتينتي اللي موجوده معاه، هو عاوز يعمل ايه في مستقبله. طب انا معلش لو احتاج اخد دروس خصوصيه وانا في المدرسه دي اعمل ايه؟ يسلم زوجتي مدام شيري. اجيب رائد فضاء يعلمني. لا مش هحتاج دروس خصوصيه؟ لا احنا الهدف من المدرسه، احنا جزء من فلسفه الدوله انها ما يبقاش في دروس خصوصيه. صحيح. جزء صحيح من فلسفه الدوله انه يبقى تعليم الطالب بعد ما يتعلم يتعامل مع القرن ال21 يبقى يلقى شغل بسهوله. فاحنا الطالب اللي عندي ما بتعمل مش محتاج دروس خصوصيه. انا يعني وده جزء عشان المدرسه بتاخد وقت كبير من اليوم. المواعيد عاديه يعني؟ لا انا ببدا 7:30 الصبح وبخلص الساعه 4. يا نهار ابيض. بس ده مش يوم طويل زي ما حضرتك قلتي، ممكن ناس تتخض منها، بس انا بياخد حوالي 5 حصص او 5 فترات اللي هي الفترات العاديه اللي الطالب العادي بياخدها. والباقي كله انشطه، كلب بقى مش عارفه ايه. لا انا محتاج اودي ابني النادي مش محتاج خالص، هو بيعمل كل ده في المدرسه. محتاج كل يوم عنده ساعه. وفي انشطه رياضيه في المدرسه؟ في كل الانشطه الرياضيه، وكابتن زيزو عبد الشافي او كابتن شوقي عبد الشافي هم الاثنين اللي بيقودوا الانشطه الرياضيه عشان نأهلها، من سباحه، سكواتش، يوجا، تنس، فولي بول، كل الانشطه الموجوده بياخد ساعه. لو هو بيحب الكوره قوي يقدر ياخد ساعتين يختار الكلب. الكلب ده عمليه اختياريه، فهو ده الطريقه اللي انت بتعلمي بيها الطالب. انا مش هضطر اجيبه بدري من المدرسه عشان اجري بيه على التمرين او اجري بيه على الدرس او المدرس جاي البيت. انت مديله يوم متكامل، يوم متكامل للطالب. وفي يعني احنا السيستم من جوه فيه انترفينشن، يعني القوه، يعني التعليم حاجتين، عندي مدرس وعندي منهج، عندي امكانيات وعندي عمليه تقييم ومتابعه للطالب. تكلمني عن المدرس شويه. كويس جدا. لانه برضو واحده من الحاجات اللي بتقلق اولياء الامور. صح. هو يقول لك ايه لو تيجي بقى المدرسه دي ده ما فيش ولا مدرس مصري، دول كلهم امريكان،
دول كلهم استراليين. ايوه يا حبيبي، هو كفاءته ايه بقى؟ مش مهم. هو جايب السلوفان من استراليا، من كندا، من امريكا، هو كفاءته ايه؟ خبرته ايه في التعليم؟ طيب هقول لحضرتك حاجه، انا هضرب لك مثال. انا اصلا من سوهاج، نجحت في سوهاج وجيت القاهره، اتعينت في الجامعه وسبتها ورحت امريكا في 97 او في سنه 97، ومسكت اعلى المناصب في سواء البحث العلمي او في البيزنس او في العلاقات مع الحكومه، وانا جاي من مصر. فهي المدرس الاجنبي امريكا الساينس والماث في مشكله كبيره جدا، بيعتمد على الاجانب. فأنا بالنسبة لي أنا ما بفرقش في المدرسة بين مدرس أجنبي وبين مدرس مصري، فالنجاح بيعتمد على الكواليفيكيشنز بالنسبة لي. أنا بالنسبة للإنجليش كي جي 1 كي جي 2 ممكن أقدر بحط ناس عشان الأكسنت نفسها طبعا، أوكي. ولكن أنا بالنسبة للماس والساينس أنا عندي شريك أجنبي عنده هارموني سكولز، دولة عندهم 58 مدرسة وأنا مدرسة بتدار. هارموني مهتمة جدا بالموديل الدولي، أول مرة تفتحه على مستوى العالم وتفتحه هنا في مصر إنه ينجح. فخدت التشيف أكاديميك أوفيسر بتاعهم وفول تايم مسؤول عن البروجكت مع خمسة تانية، مع خمسة من البروجكت بيعملوا الامتحانات بالنسبة لي، امتحانات للمدرسين، بيقيموا المدرسين والطلبة الامتحانات كلها بتتعمل من هناك. بيديني الليسن بلان ويكلي وديلي بيجي من هناك. فانا طريقه المدرس مختلفه، الكواليفيكيشن بتاعت المدرس مختلفه. التشالنج الكبيره اني اقدر اعتمد على المدرس في كل حاجه. المدرس بيبقى في عنده مهاره، المدرسه بتدار بطريقه كولابوريتيف ابروتش مختلف تماما عن الطريقه اللي بتدار بها اي مؤسسه ثانيه عشان نقدر ننمي الابداع. فانا المدرس اللي انا محتاجه مختلف عن اي مدرس ثاني. انا في مدرسين شاطره جدا، بس احنا محتاجين مدرس بمواصفات معينه، صحيح، عنده قدره على الابداع، عنده يقدر يوصل معلومه كويسه للطالب، يعمل البرزنتيشن ويستخدم التكنولوجي اللي هي موجوده. فده مصر موجود منها كتير جدا. يعني انا كنت بدير يعني شركه كان فيها اكثر من 32 الف واحد على مستوى العالم، كنت ماسك الابحاث وكل حاجه. فهي القضيه في مصر في ناس كويسه جدا كتيره جدا. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه يا دكتور، احنا في مدرسه ابني، واحده من المدارس المميزه يعني معروف، اكثر مدرسين مميزين هم المدرسين المصريين. أيوة. الحقيقه في النطق وفي طريقه التعليم وفي استيعاب الطالب وفي كل المستوى في الحن يعني. بص ما خليني بقى بما اني اضيف لك بقى عليهم ايه، حنيه الام المصريه يعني، تبقى كمان انت واخد مستوى اكاديمي وتعليمي محترم وكمان ليها فيها حته خاصه كده المدرسه المصريه بالذات. الحقيقه ان هم متميزين اكتر من الامريكان. بس حضرتك متميزين، وانا في الاخر احنا مش عاوزين ابننا يبقى اجنبي، صح، عايش في بلد ومستغرب، صح. احنا جزء مهم جدا ان العلاقه. فاحنا بنعمل تدريبات مكثفه للطلبه بتاعتنا، وهارموني بتشرف عليها، هارموني بتشرف على اختيار المدرسين، بتعمل لهم الامتحانات وتعمل لهم القبول. طب خليني اسالك سؤال بيقرق برضو الاهالي قوي قوي. انا ابني اما هيرجع هيذاكر ولا المذاكره هتبقى جزء من اليوم؟ وهل لو مش هيذاكر في المدرسه انا هرجع اذاكر له ازاي؟ هل ولا كفايه الجرعه اللي بياخدها خلال اليوم الدراسي؟ النظام التعليمي ده كمان انا هعرف اذاكر له يعني؟ ما هو في اهالي بيبقوا فعلا يا حرام بيقعوا في حزب لانهم مش فاهمين النظام التعليمي ولا فاهمين اي حاجه من اللي عيالهم بياخدوها. طبعا في شقين للسؤال ده. اكبر هيذاكر ولادنا هيذاكروا، اكبر كارثه احنا بنقتل اطفالنا، ما عندهمش فرصه يتعلموا يلعبوا وهم صغيرين بالزبط. عشان يتعلموا وهم بيلعبوا، ودي دي مشكله كبيره جدا. احنا الطالب بيديه كميه مذاكره بس قليله جدا، الكميه المحتاج والواجب اللي هو اللي بيعمله. بس في المدرسه بتوفر له كل جزء موجود. والفلسفه بتاعت المدرسه ان الطالب بيحب يتعلم، احنا كل الانشطه دي انتجريتد مع بعض عشان الطالب بيحب يتعلم، عاوزينه يحب يقرا، عاوز يعرف اكتر، لان هو دي الفلسفه بتاعت المدرسه. فهو بيعملها عن طريق حب، هو يعني انت ما بتعملهوش بريشر يعني. انت ابنك بيبقى عاوز يقرا، عاوز يتعلم، لكن هيعرف يعتمد على نفسه لما يرجع البيت لو في حاجه لازم يذاكرها، هوم ورك، هو هيعرف يعمله لنفسه. مش هيبقى محتاج اي مساعده مني. لا، مش محتاج اي مساعده منك. انت التدخل بالنسبه لك بالنسبه للطالب محدود جدا. اوكي، المدرسه بتوفر الامكانيات الموجوده بالستراكشر اللي هو موجود، هو الطريقه اللي هي بتتعامل بيه وبتقيمه. انا بقيمه في المدرسه على كل اسبوع الطالب بيقعد مع المدرس مع كونسل بيقول له انت كويس في ايه، انت وحش في ايه، الحاجات اللي مش موجوده عندك. والستاف بيجتمع مع امريكا كل اسبوع.
اوكي، بيبص على الطلبه كلها وبيتكلم على الانترفينشن اللي احنا بنعمله الاسبوع اللي بعده. انا عندي انترفينشن على يوم بيوم، وعندي على اسبوع، وعندي شهر. وده بيتعمل، فده السوفت وير اللي موجود من جوه، وهارموني الموديل اللي هو موجود هو اللي بيقدر يخليني اعمل كده. ده نظام وراه سوفت وير قوي جدا بيشتغل عليه. موافقين. طب دلوقتي انا لو ابني مثلا عنده 12 سنه وعايز انقله من مدرسته لمدرسه اي في واي، هل هيقدر يتاقلم على النظام ده ولا هيبقى بالنسبه له غريب؟ انا عندي ناس كتير جدا من حولت، بس انا السنه دي عشان السبورت انا فاتح لجريد 8، من كي جي 1 لجريد 8، بعد كده هيكبر جوه المدرسه. لكن السنه يعني انت اخر مرحله تعليميه اللي هي الهاي سكول مش موجوده لسه في المدرسه؟ مش موجوده دلوقتي. هتبقى موجوده بعدين، عشان انا المستوى اللي محتاج اوصل بيه للطالب. اوكي. لكن انا الطالب بيحول من نظام بريطاني، بيحول من نظام امريكان، بيحول من الاي بي، انا ما عنديش مشكله ابدا. وانا السيستم نفسه اللي هو السات او الاي سي تي انتجريتد معايا جوه الكوريكولم، فالطالب ما بيحسش بيه. الطلبه بتجيب درجات عاليه، بتاخد منح كتيره جدا في امريكا. مش بتتقبل، بتتقبل وتاخد منح بشكل كبير جدا. طب الطالب الجديد اللي هو داخل على اول سنه لسه في التعليم الكي جي 1، هل لازم يبقى فيه مواصفات معينه؟ يعني الاختبار اللي هيخضع ليه وانتوا بتستقبلوه في المدرسه عشان توافقوا اذا كان هيبقى معاكوا ولا لا، لازم يبقى فيه مواصفات معينه للطفل ده؟ لا، السم ده عشان ينمي المهارات. احنا بمصر طبيعتنا شعب مبدع، ولو اتحط في سيستم بينجح بشكل كبير جدا وبيبدع. فاحنا اطفالنا مميزين على مستوى العالم، وده جزء من الحاجات اللي خلت هارموني تفتح معانا هنا. هارموني مش بسهوله، دول بابليك سكول الميزانيه بتاعتهم اكتر من 10 مليار جنيه التشغيل بس. فهم يعني هم فاتحين معانا عشان احنا عندنا طالب متميز. فالطالب اللي انا بختاره ان هو بكتشف المواهب المدفونه عنده عشان يبدع فيها. اوكي. ومش شرط يتخرج. انت هتعرف تكتشف بقى المواهب دي في الساعه اللي عامل فيها الانترفيو مع الطفل ده؟ لا، الطالب احنا بيعمل انترفيو، احنا بنبص على حاجتين. هل هو الطالب هو بيقدر يتعامل بشكل سوي، ما عندهوش مشاكل نفسيه؟ الباقي احنا بنطوره. انا مش رايح اخد الطلبه المتفوقين جدا، الطالب المتفوقين هينجحوا في كل مكان. صح. بيا او من غيري هينجحوا. انا باخد الطلبه الاقل من كده عشان اخدهم للمرحله اللي فوق، عشان يبدعوا، عشان يشوفوا الامكانيات اللي هي موجوده عندهم. والولد يوصل ثالثه ثانوي عارف عاوز يعمل ايه في حياته، مر بكل التجارب، مر بالدانسينج، مر بالمسرح، مر بكل انواع التكنولوجيا اللي هي موجوده في حياته، يبقى ادابتبل واوبن ثينكينج، يقدر يتعامل مع العالم بشكل كبير اللي هو موجود فيه. فده كله انا بدربه عليه. انا مش محتاج الطالب ما دام عنده قدره يعرف يفكر، هو ده اللي انا محتاجه منه. بس كل الباقي عليك. الباقي احنا بنعمل كل حاجه. طب دلوقتي انا يعني المدارس الفصول فيها بتختلف. صح. تلاقي فصل فيه 20 طالب، فصل فيه 50 طالب، فصل فيه 30 طالب. حسب حضرتك من وجهه نظرك ايه العدد الامثل عشان يبقى كل الطلبه واخدين القدر الكافي من الاهتمام والرعايه والتركيز؟ في مدارس اي في، اوكي، اولا كل طالب عنده كمبيوتر، واحنا بنعمل كلاستر، بنقسمهم لجروبس، ممكن يتقسم 5-6 مجموعات جوه الفصل. الفصل كثافته عندي ما بتزيدش عن 20. اوكي. وجوه الفصل المدرس بيشتغل عليه، وفي سوفت وير انا بقدر اشغل طالب عندي، وبقدر ادخله في الفصل مع المدارس الشريكه في امريكا في نفس الوقت. فالنظام اللي عندي السوفت وير اللي بيشتغل من ورا سوفت وير معقد جدا وفيري ادفانس. اوكي. فهو انا عمليه الجروبنج، انا بعمل جروبنج بمستويات مختلفه. احيانا بعمل جروبنج في جوه الفصل حسب المستوى التعليمي، حسب مستوى الاداء، حسب مستوى الابداع، حسب طريقه التفكير، لان انا ما بخلقش جروب وتقعد ثابته. يعني اذا ال 20 تفاعل، يعني تعليم تفاعلي. هو ده تعليم تفاعلي 100%. ده تعليم تفاعلي 100%، بحيث الطالب يقدر الحاجه الشاطر فيها يكبر فيها، واستخدم ده عشان اخليه يحب الماده العلميه. النظام نفسه بيخلق طالب يتعامل مع التحدي بتاع المستقبل، ازاي يشتغل بكره. احنا دلوقتي حضرتك صرت نقطه جميله جدا في الاول على اكتر من لانجويج. احنا مع ال 5G وبعد 5 سنين ممكن مش محتاجين لانجويج، كل اللي محتاج البسه ايباد في ودني بتكلم لانجوج، وانت بتسمح باللانجوج الثانيه. ايوه. وده هيحصل. يعني انا مش بعد شويه مش هبقى مضطره اتعلم لغات كتير عشان ابقى متميزه. يعني
بالظبط كده، والتميز بتاعك هيجي عن السكيلز اللي انت بتطوريها في نفسك. فاحنا بناخد بندور سكيلز كتيره جدا، واللي انت شاطره فيه احنا بننميه، بيخليكي تتميز فيه، بيخليكي تتميزي عشان تقدري تتعاملي. الكورونا خلقت تحدي كبير جدا للمجتمع المصري، فهي اللي عملتها الكورونا ان اصبح ممكن احنا كلنا موجودين مش محتاجين نروح الشغل. فبكره ممكن انا بتنافس مع طالب ممكن يبقى موجود في الهند. مستعدين للاونلاين؟ احنا مستعدين 100% اونلاين. السيستم مبني اونلاين، لان بيدخل طالب هنا مع طالب في امريكا يقدر ياخدوا نفس الكلاسز. انا الطلبه بتعمل بروجكتس، بتاخد سيرتيفيكتس من امريكا، فهو كله اونلاين، كل السوفت وير اللي شغال، وامريكا شغاله فيري سكسسفل اونلاين. طبعا صحيح، والتجربه اثبتت النجاح. دكتور جمال نورتنا وشرفتنا، بشكرك. ميرسي جدا، وكل التوفيق يا رب المدارس اي في واي ان شاء الله في المستقبل الله. هنشوفها في كل حته باذن الله. خلصت حلقتنا؟ مروعه، متنوعه النهارده جدا جدا جدا. نتقابل على خير ان شاء الله باذن الله. تصبحوا على الف خير.